مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد وحلقة جديدة دائما في إطار برنامجكم ولا تيأسوا. أكيد أنه يعني ولا تيأسوا هو استعراض لحالات الشفاء التي ترد على مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية عبر العالم. وأكيد أنه كيف ما كتشوفوا يعني الحالات هي متعددة من جميع أنحاء الوطن العربي. أكيد أنه كيف ما كتشاهدوا كيف ما كتشوفوا على قناتكم قناة الحقيقة الفضائية، فالحالات ديالنا يعني كتكون في الدول كاملة اللي كتواجد فيها مراكز الهاشمي الأعشاب الطبيعية، في مصر، في السودان، في الأردن، أكيد في تونس، في الجزائر، أكيد حتى في الدول الأوروبية، في لندن وفي باريس. أكيد أنه يعني الحالات هي متعددة مشاهدينا الكرام، وأكيد أن الغرض من برنامجكم ولا تيأسوا هو إيصال الصوت ديال هاد الناس هادو اللي كيجيو لعندنا وكيستعملوا المكملات الغذائية اللي كنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للأعشاب الطبيعية، وكيلقاو يعني الراحة ديالهم وكيلقاو الشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وأيضا بفضل المكملات الغذائية اللي كنتجوها واكيد اللي كنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. اليوم مشاهدينا الكرام كنتواجدوا يعني على مقربه من المدينه الجديده، واكيد ان يعني هذه المدينه الساحليه، والان كنتواجدوا يعني في الساحل اللي كيكون يعني متاخم لهاد المدينه مدينه الجديده. واكيد انه بعد لحظات غادي ننتقلوا عند السيده امال. السيده امال يعني سنوات عديده من المعاناه مع مرض السحر الماكول. اكيد ان السحر الماكول والسحر الاسود يعني هادو اخطر واشد انواع السحر اللي كيكونوا او اللي كاينين على ظهر الارض. اكيد انه يعني السيده امال يعني معاناتها كانت طويله جدا كيف ما غتروي لنا، واكيد ان يعني حتى الطرق ديال العلاج فاختلفت وبدون نتيجه، ولكن من اللي التجأت مشاهدينا الكرام لمجموعه مراكز الهاشمي للاعشاب الطبيعيه والتجأت واستعملت المكملات الغذائيه واستمعت للرقيه الشرعيه بصوت الشيخ محمد بن راشد الهاشمي فتأتى لها ولله الحمد الشفاء. واكيد ان يعني عديد المضاعفات كانت عليها السيده امال، اللي من بينها اولا يعني العقم، واكيد انها عانت ايضا من ضعف المناعه. هذه الامور هذه كامله الحمد لله يعني تخلصت منها، واستطاعت السيده امال انها يعني تنجب العدد ديال الابناء، واكيد انها الحمد لله هي رفقه البنات ديالها في صحه جيده، وغتعاود لينا وغتعاود لكم انتم مشاهدينا الكرام كيف كانت رحله المعاناه مع المرض وطريق شفاء ايضا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المكملات الغذائيه التي تنتجها مراكز الدكتور الهاشمي للاعشاب الطبيعيه. اكيد ان القصه هي مؤثره وقصه هي طويله نوعا ما، قصه السيده امال اللي حنا بعد لحظات ان شاء الله غادي ندخلوا لعندها وغنخليوكم يعني تستمعوا للشهاده ديالها وتعرفوا على القصه ديالها، ولكن ان شاء الله غادي نطرقوا اللحظه الباب ديالها ان شاء الله باش ندخلوا لعندها. بقاو معنا ماشي وجعنا معاه، اجري ورا الفرح وإياك يوم تستنى. السلام عليكم، معكم السيدة أمل سليم من ساحل المغرب. كنت كنعاني من السحر الأسود المأكول وأمراض نفسية وعصبية ومس من الطفولة، وكان عندي صداع، كنت كنشكى من الصداع مستمر في الرأس، حريق في الجهاز العصبي، أعصاب بزاف، أرق، انتفاخ بزاف، تغيير في اللون ديال البشره، تغيير في الملامح، السنان ديالي كانوا كيطيحوا ليا بدون سبب، الشعر ديالي كان كيطيح ليا في ظروف غامضه، وكثرت اشتباكات وصراع مشاكل وامراض متعدده، كتنقل ليا ديك الامراض كامله على الدات ديالي كامله، ما خليت حتى طبيب، ما خليت والو، حتى شفت قناه الحقيقه ان كاينين الناس كان عندهم نفس الحالات بحالي، نفس الاعراض اللي انا كنتشكى منها، والقسم انهم براو على علاج الدكتور الهاشمي، فاضطرت انني نمشي للمركز. وبالفعل نيت، مهما خديت الجرعه الاولى يعني كان بدا عندي استفراغ المواد السامه يعني السحريه الكفريه اللي كانت عندي في المناعه ديالي، بدا عندي الاستفراغ على مستوى المعده، استفراغ على او يقول طرد دوك الافرازات الخبيثه السحريه كانت دايره لي الحرق في الدماغ على مستوى جيوب الانف، وحتى العقد السحريه اللي كانوا عندي في الرحم، وكنت كنتشكى من واحد المده طويله ما كتجينيش الحيض، ما كان عندي لا حمل او يعني الحيض، يعني الدوره الدمويه كامله كان عندي مضطربه، يعني بمجرد ما خديت الدواء يعني بديت كنشوف ان هذا الشيء بدا كيخرج لك السموم كامله كتطرح من الجسم ديالي، وبديت كنعس
يعني وليت كنعس وليت كناكل مزيان، الحياه ديالي بدات كتبدل، نقص مني الوسواس، امراض نفسيه والعصبيه والمس كان عندي من الطفوله منذ الولاده، انا كنقاسي اعراض غريبه. اما السحر الاسود يعني الحاله ديال السحر كانت عندي منذ الولاده ديال بنتي الثانيه، من تما بدات كيجوني احلام خبيثه وكتبقى نفسها هي نيت كتكرر، واضطرابات في المعيشه. الحياه ديالي ماشي طبيعيه، يعني كاينه شي حاجه، كاينه شي طاقه سلبيه خفيه هي اللي دايره هاد يعني قالب الحياه ديالي راس على عقب. كنمشي غير عند طبيب نفساني، كنمشي عند طبيب القلب، كنعاني من ارتداد الشعر اختناق الشرايين، كنمشي عند طبيب ديال الاختصاصي في الجهاز العصبي، والراس ما كاينش والو، ها اللايك التحاليل الدواء داكشي كيزيدني في العله، ما كاينش نهائيا العلاج. عشت اضطرابات، ما عمرني عرفت شنو هو الداء اللي عندي، شنو هو يعني ديما عندي المشاكل ونفس المشكل كيعاود يتكرر، الصداعات، ما كانش عندي حياه مستقره، والامراض من بعد بقيت حتى دخلت واحد المرحله متقدمه من السحر، لان المرض اللي عندي صافي ترفع الحجاب ما بينه وما بين الجن. انا وليت كنشوف الجن، انا الجن حدايا، الجن فوق، يعني على الاشكال ديالهم كامله. عاد عرفت بلي ان المرض اللي عندي ما عنده حتى شي علاقه بالطبيب، مرض روحاني، المرض ديالي عنده علاقه بالعلاج الطب النبوي. تطرقت لهذا العلاج ديال الهاشمي، رغم انني شفت الرقات بزاف لاكدوا الحاله ديالي بان راه البدن فيه الجن وكاين عندي السحر، ولكن ما كاينش العلاج نهائيا. حتى درت جرعات ديال الدكتور الهاشمي والحمد لله كان عطى واحد النتيجه جد جدا جدا فعاله. بزاف ديال الاشكال يعني هما متعددي الاشكال، يعني كاين متعددين حتى في الديانه، كاين الجن المسيحي، كاين الماسوني، كاين المسلم، كاين اليهودي، وكاين الكافر ملحد ما عنده حتى شي دين، هادو كلهم سكان المزابل والاخبات والقاذورات هادو كلهم، ويعني انا كنت كنشوفهم بالهيئات ديالهم تقريبا، ماشي صوره يعني كيف ما هي، ولكن شكلا راني كنشوف الشكل ديالهم، يعني منهم كاينين الزواحف، كاينين العقارب، كاين على شكل كلاب، كاينين على شكل بحال دبابه، كاين بحال شكل الابورايس، هادو كلهم كاين عندهم الاجنحه، كاين والنار ديالهم كتختلف بزاف، كاين النار ديالو شويه ما كيكونش جن صعب، وكاين اللي عندهم النار ديالو مجهده كيكون من المرضى. هادو كلهم كنت كنشوف نقرا الصور ديال القران كيختفي الجن من قدام الامام ديالي، ما كيبقاش داك الصوره الخبيثه كتمشي، لان كان هجوم ديما عندي الهجوم، كنقرا القران كيمشي، ولكن انا الصحه ديالي هزيله، كاينش صحه يعني صحيا وضعيه متازمه، اللي حتى درت جرعات ديال الدكتور الهاشمي، الحمد لله بزاف بزاف، يعني علاج فعال 100%. لا بد من الرعب، من الخوف، من القلق، التوتر، الانفعاليه، شي حاجه كاينه حداك، شي حاجه يعني، وديما كيهضروا معاك، ديما كيحاولوا انهم يتواصلوا معايا، والتواصل ديالهم ديما كان عن طريق الوسوسه وزرع الافكار اللي ما كايناش، يعني التواصل معهم كله صداع، كله مشاكل، حياتي كامله كانت ماشي طبيعيه. كنت كنعاني من المكائد بزاف، كنعاني من الخطط بزاف، يعني الناس اللي كتدير فيهم الخير كتلقاهم هما اللي كيحفروا لك، يعني بزاف الامور الكذب بزاف، هادشي ديال قلتي فيا قلتي عليا قال هادشي، ديما هادشي عايش معايا دائما، هادشي ديال كنحسب الناس كينفروا مني، نفور شديد مني، هو هذاك النفور علما على ان انسانه مؤمنه طيبه، ذاك النفور كان ناتج عن هذا المرض المس الشيطاني، الناس كينفروا بزاف وديما عندي معاهم مشاكل. مجرد ما تصابت يعني الداد ديالي دخل فيها الجن والشياطين ما بقيتش كنقدر نسكن في المدينه، يعني حيدت من المدينه وجيت انعزلت بوحدي، كنعيش بوحدي في الضيعه بوحدي، العزله تامه، وحتى الريحه ديال البشر كانت واحد الوقيته ما كنقدرش نشم ريحه الانسان اللي كيف الريحه ديال الادميه انا كضرني. الحمد لله ملي درت العلاج اللهم لك الحمد، الحمد لله بديت كنرجع للادميه ديالي، الصحه ديالي، مابقيتش كنشرب الدواء، يعني الدواء ديال الطب العضوي حيدته تماما، يعني دابا كنتبع غير العلاج ديالي مع الدكتور الهاشمي، الحمد لله اللهم لك الحمد. الطب النفسي ما انا بالنسبه لي انا كنقول طبيب نفساني ما كاينش لا علاقه لهذ الامراض بالطب النفسي، ما كاينش يعني الدواء ما كيمحلني، ما كيضرني، كيدير لي حريق في المعده، كريزات في المعده، ما كان هذاك الدواء اصلا هو كان كيعذبني انا في المناعه ديالي، يعني المناعه ديالي ما لا علاقه لها، الدم ديالي ما كيمشيش مع
الطب العضوي مع هادشي ديال العلاج النبوي والقران وكنتصنت الشريط ديال الدكتور الهاشمي اللي كان كيعطي واحد كيعطي واحد الفعاليه بزاف. الجن اللي كان داخل البدن كان كيتسرع بمجرد ما كنسمع الرقيه ديال الهاشمي، كان كيوقع السرع ديال الجن. الحمد لله. تفريقه منذ الطفوله، يعني ماشي غير يعني وقع لي السحر الاسود، الفراق كان عندي من الصغر، كنعاني غير الفراق، مشاكل مع العائله بزاف بزاف، مشاكل بزاف بزاف عندي مع العائله، ديما كنلقى غير الفراق، عندي معاهم الفراق 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 الفراق، ما كنعرفش هذاك الشيء منين كيجي. شنو السبب في هذاك الشيء؟ علاش؟ شنو كاينه؟ يعني ما عرفتش نهائيا لي حتى وقعت لي الحاله ديال السحر الاسود ودخلت للحاله متقدمه، ترفع الحجاب ما بيني وما بين الجن والشياطين، عرفت الداء ديالي، التجأت لهذا العلاج ديال الطب النبوي، كان واحد شويه ولكن العلاج الحقيقي الدكتور الهاشمي. كاين صرع ولكن ما كاينش شفاء، كاين استحضار، لان يعني القران هو لابد. القران غيحضر لك الجن ولكن العلاج ما كانش العلاج، يعني باش تردي السحر صعب. السحر كان عندي في عنق الرحم وتحديدا في البوقين، وخادم السحر كان من المرضى، كانت عنده واحد القدره هائله في انه ينقل السموم والنجاسات من البوقين مرورا عبر النخاع الشوكي، وكيصعد لي الحريق الهائل الدماغ وكينشر السموم كامله في البدن عن طريق الدم والمناعه، المناعه ديالي كانت ضعيفه هزيله. يعني انا كنرجع ثاني نقول بهذا العلاج، راه علاج فعال جدا جدا في الاسحار الماكوله، ما كاينش شي واحد اخر في المغرب كامل غادي يعالجك من هذا السحر اللي كيكون في الدم، راه الا منتجات الدكتور الهاشمي. تجربه حقيقيه ما فيها شك، بدون شك. يعني انا استفرغت جميع الاسحار الماكوله، كان عندي شيء هذاك الشيء كان ضيق في الذات ديالي كامل، وكثيرا كثيرا كنقول البوقين والمعده وداك الشيء كيتنقل ليا للدم، كيتسبب ليا بحريق الراس بزاف، حريق في الجهاز العصبي، ارق، وسواس، هلاوس، الشك بزاف، ما كنقدرش النوم ما كاينش النوم، واخا تشرب الدواء ديال العالم كامل ديال النوم بالنسبه للاسحار الماكوله اللي كترد على الانسان النوم، راه الانسان ما كاينش نهائيا. النوم ما كاينش، النوم نعمة النوم كاملة كتمشي. والحمد لله، اللهم لك الحمد، ملي درت العلاج وتبعته وعاونت راسي بالتلاوة بالذكر بالصدقات بالابتعاد على المعاصي بالقيام الليل والدعاء، الله تبارك وتعالى مجيب العبد ديالو. كاين بعض الناس اللي آذوني ولكن الحمد لله ما عنديش يقين، أنا كنقول عندي مشاكل مع الجن مباشرة. المشاكل اللي عندي انا مشاكل مع القارين. قارين هو اللي يدير هاد المشاكل كامله عندي. قارين يعني مسلط مهيج غير مروض ترويض ديني. مروض غير على انه يعذبني في حياتي وكرفصني. القارين عندي مارد من الشياطين. هو اللي يدير لي هاد المشاكل كامله. هو اللي كيجيب لي الجن من هنا ويجيب السحر من هنا ويجيب الصداعات ويجيب هاد المشاكل كامله. ما هم بضارين به من احد الا باذن الله، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. الله اللي نزل الضرر هو اللي قادر يرفع الضرر. دازت مراحل صعبه بزاف حياتي، ينعس في بوليكلينيك، يعني كنغوت ما كيعرفوش، كيجي الطبيب ديال القلب كيقول لك ما عنده والو، كيجي الطبيب الراسي يقول لك ما عنده والو، كيجي ديال المعده كيقول لك ما عنده والو، وانا في حاله ديال ارهاق شديد، دخل في تعب مهول، وما عرفتش انا شنو هادشي، كنحس بالجين بزاف، شي كيدخل لي من المرجل، شي كيدخل من الصبعان، شي كيدخل من يديا، شي كيدخل من النيوف، شي كيدخل من الودن. الدات ديالي كامله كتلبس بالجن، وما داكشي ما كيبانش، ما واخا كدير سكاني واخا دير الراديو واخا حاجه ما كتبانش. درت كاميرا على المعده باش نشوف شنو الحركات اللي كانوا عندي في المعده، غازات، تفاغ، حريق في المعده، دران بزاف عندي في المعده. درت كاميرا ولكن ما كيبانش هذاكشي، كيبان بالقران. شفت الحالات، حاله شوفيت، حاله كاين، لقيت بزاف ديال الناس اللي كان عندهم نفس المرض ديالي انا، وحتى صديقات عندي في لوغوب حتى هما كانوا مراضين نفس الشكل ديالي انا، وبرا حتى هما جراو ما خلاو طبيب، ما خلاوش بزاف، ما خلاوش مع الرقاص، ما بروش الا ملي خادو الدواء ديال الهشيم، يعني من منتوجات الهشيم، ولاو لاباس عليهم، براو كليبرات شفاء نهائي. ما كاينش تجاوب نهائيا، كاين الفراق،
ما كاينش شي ما كاين حد الحاجه اللي ما كيشوفوهاش بعينيهم ما كيعرفوش شنو الحاله ديالك شنو هي ما كيتفهموش المرض الروحاني ما كيبانش شي حاجه اللي كتشوفها بعين غيشوفها الطبيب ولا غيشوفها انسان عادي هاد الحاجه ما كتبانش كتظهر على سلوكيات الانسان طبائع غريبه كتظهر عليك العدوانيه كتظهر عليك طبائع سيئه اعصاب توتر شك كتقول شي هضره راه الجن اللي كينطق واللي كيقول هذاك الشيء راه ماشي حنا ناس مرض نحن مبتلون حنا راه مرادين حنا من اهل الابتلاء راه ماشي حنا اللي كندويو الجن عنده سيطره قويه الانسان راه كيصعد عبر النخاع الشوكي مرورا على الجهاز العصبي وكيتمركز في الذاكره في عقل الانسان راه كيبدا هو داوي بحال صايقبك صافي انت فقدتي السيطره صافي شالك انت دخلتي في اللاوعي مرفوع على القلم على المجنون ولكن الناس ما حد حاجه ما كيشوفوهاش بعينهم كيسحبوك غير انت يعني كان دائما الفراق الله تبارك وتعالى هو اللي كتحس به كيحب الانسان المبتلى الحب كامل لقيناه من عند الله كيعطيك واحد الرؤى اللي هي طيبه وهي عباره عن اشارات على ان الله تبارك وتعالى راه معاك وراه في الصف ديالك بخلاف الناس كلهم العبد ضعيف ما عنده باش يفيدك يأديك حقا لكن الاستفاده ما غادي ما عنده باش يفيدك انا كنوصي بزاف كنوصي لي بارون يعني الاولياء الاباء الوالدين بالدرجه الاولى انهم مسؤولين على الابناء ديالهم يراقبوا السلوكيات ديالهم شحال من طفل كيمشي ضحيه شحال من بنت كتمشي ضحيه كيحساب اليوم على ان هذاك صعب الطباع ديالو حاده وصعب وصليط وانه ما ليقش وانه عاق ولان لا هذاك راه ماشي عاق ولا صليط هذاك راه مريض هذاك راه مصاب بادم من القارين العين حق السحر حق الحسد حق هادشي راه كله حق راه غير ما دار المياه راك الحمام راه كافي انه يخرج على امه لما كانش انسان كيدير الاذكار وما كانش يحاولوا انهم يراقبوا الابناء ديالهم جلوب وليداتكم عالجوهم شوفوهم مالهم دخلوا خرجوا ديهم عند الطبيب ديهم عند الراقي قراو عليهم باش يبان شنو عندهم داكشي الا ما تعالجش من الطفوله كيكبر كيولي ملك شيطاني كيولي انسان مملوك تحت السيطره او السياده الابليسيه حياته كتمشي وكنقول انا زعما لهاد الصحاره يحاولوا يرجعوا على هادشي حاولوا يحيدوا هادشي ويرجعوا راه لا يفلح الساحر حيث اتى والسحر كله راه محرم السحر الاسود راه حرام ورا العقاب الساحر في الدنيا اللي كيدير هادشي ديال السحر الاسود عقابه القتل وفي الاخره فهو في الدرك من الاسفل من الجهنم عيش ايامك كل دقيقه والاحلام خليها حقيقه هي حياتنا من غير فرحة حتبقى حياة لما القلب يدق صوت دقاته بيعلى وبيقول لينا نعيش ونقول للفرحة وللحزن نقول لا ونقول للخوف بعد عنا يا ريت ما تجيش انصحهم يعني بالنسبة للناس اللي مرض بحالي يعني يحاولوا انهم ما يتعطلوش بزاف في هذا المرض لان هذا المرض الى طول كيولي كتلقى فيه واحد الصعوبه يعني خادم السحر ما كيبقاش يقدر يخرج من البدن ويعني كيخزن لك السحر لداخل في المناعه من الاحسن ان الناس مهما يتصابوا بهذا المرض بحال الشكل ديالنا يجروا بروسهم ويقصدوا مراكز الهاشمي راه فيها العلاج جدا 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 مفيد كنشكروا بزاف لانه هو سبب من الاسباب الحمد لله كان بزاف انا كنحمد الله بزاف اول حاجه انه يعني خلق هذا الانسان اللي كيفهم في هذه العلاجات بحال هكا لان من الصعب ان تلقى واحد الدكتور يعني اختصاصي في الطب النبوي متمرس غيعطيك علاج غيوافقك ان العلاج ما كاينش الداء كاين المرض كاين العلاج راه ما كاينش صعيب الانسان باش يتعالج من هذا الشيء يعني كنشكرو بزاف يعني كنقول انه يعني الدكتور الهاشمي شيء بامر من الله امر الله سبحانه وتعالى في الدنيا باش يكون هذا الانسان لان راه كيعالج اهل الابتلاء باذن الله سبحانه الحمد لله يد الله فوق ايديهم لا يفلح الساحر حيث اتى وش نقول لك الله رد الكيد على الكائدين الحمد لله ممكن تبقى حياتنا جميلة في غمضة عين لما نآمن بيها ولما نكون عارفين كنز حياتنا بيبقى الرحلة مرة بتقسى ومرة بتحلى من غير ده وده ما ينفعش نكون عايشين